اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، يا رب، يا من لم يرد السائل ولا يخيب للعبد الوسائل، يا من لا ينكر فضله ولا يؤمن عذابه ولا يؤدى شكرانه، نتوجه إليك مضطرين ضارعين، وأنت القائل في كتابك الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أن تكشف عنا كل سوء وتكشف عنا كل ضر، وأن تقينا شر البلاء والوباء. اللهم إن كان هذا تأديبا لنا على ذنوبنا فإنا نتوب إليك ونستغفرك، وإن كان ما وقع تذكيرا لنا بنعمائك وإيقاظا لنا من غفلتنا فإننا نشكرك ونذكرك. رمضان كريم وكل عام وحضراتكم بخير. سعداء اننا نكون مع حضراتكم لرمضان الثالث على التوالي بعد مصر ارض الانبياء ومصر ارض الصالحين في رمضان الماضي، مع حضراتكم هذا العام بمصر ارض المجددين وفضيله العلامه الشيخ الدكتور علي جمعه، وهنتحدث عن قضيه تجديد الخطاب الديني من خلال عدد من العلماء في العصور السابقه وحتى في العصر الحالي الذين جددوا الرؤية والفكر في الدين الإسلامي. أولى المحطات في هذا العام ستكون مع أول من حمل لقب الإمام الأكبر وأول من أدخل تعليم الفتيات إلى الأزهر الشريف، هو فضيلة الشيخ محمود شلتوت في مصر أرض المجددين. مصر هي الأرض الطيبة الطاهرة المباركة التي كلم الله عليها موسى في طور سيناء، وإليها هاجر إبراهيم ولوط، وعلى أرضها كانت الرحلة المقدسة لمريم وعيسى، والتي باتت تاريخاً وعنواناً ومزاراً سياحياً مقدساً يقصده العالم بأثره. وبنيلها وأرضها نجى بها يوسف العالم بوحي من الله، فهي أرض الأنبياء. وإلى مصر كان ملاذ أهل البيت الطاهرين الذين اختاروها أمناً وأماناً، وباتوا هم عنواناً لأهلها بأحيائها وشوارعها ودروبها، فمن حي السيدة عائشة للسيدة زينب ومن السيدة نفيسة للإمام الحسين، في مزيج مقدس لن تراه إلا على أرض مصر. مصر هي عنوان للصالحين والأولياء الذين انتشروا في ربوعها وعاشوا على جنباتها، من الإمام الشافعي في القاهرة لرحاب جلال الدين السيوطي في الصعيد، ومن أبو الحسن الشاذلي في البحر الأحمر للمرسي أبو العباس في الإسكندرية، ومن إبراهيم الدسوقي في كفر الشيخ للسيد البدوي في طنطا، فهي أرض الصالحين. خيرها متدفق كنيلها، وتاريخها وتراثها شاهد على العالم. فمصر هي التاريخ الممتد عبر آلاف السنين منذ هرمس الهرامسة سيدنا إدريس الذي كان أول من خط ورسم وعبر للعالم من على أرضها إلى الأزهر الشريف الذي أخرج جمهرة أعلام حملوا مشاريع تجديدية رسمت للبشرية حاضرها ومستقبلها. مصر قدمت أعلاماً وعلماء ومجددين في شتى العلوم على مدار تاريخ العصر الإسلامي، تعاطوا مع التراث فهماً وعلماً ودراسة، كانوا نبراساً وسراجاً منيراً للحاضر والمستقبل، فهي بحق مصر أرض المجددين.
فضيلة الدكتور علي جمعة، يعني أولا كل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم. الله أكرم، وكل عام وأنتم بخير والمشاهدون الكرام. ربنا يجعل هذا الشهر علينا جميعا شهر يمن وبركات ومغفرة ورحمة وعتق من النار، ويعيننا على عبادته وذكره وشكره وحسن لقائه سبحانه وتعالى. اللهم أمين، وحضرتك بخير طبعا. والحقيقة مصدر سعادة لي بشكل شخصي أن أنا يتجدد اللقاء مع حضرتك للرمضان للسنة الثالثة على التوالي بعد مصر أرض الأنبياء ومصر أرض الصالحين، وهذا العام مصر أرض المجددين. شرف كبير لنا وجود حضرتك. الحمد لله رب العالمين، وأحب الأعمال إلى الله أدومها ويتقل دايما يا رب، وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ما كان يخرج متقنا، وأنتم تتقنون عملكم والله سبحانه وتعالى ينفع بمثل هذه اللقاءات ويجعلها في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. اللهم يا رب أمين. فالدكتور، في التحضير للموسم لرمضان هذا العام، حضرتك اخترت تحديدا مصر أرض المجددين بعد مصر أرض الأنبياء ومصر أرض الصالحين. أرجو حضرتك تطلع لسادة المشاهدين ليه تحديدا حضرتك يعني فضلت هذه الزاوية مصر أرض المجددين. نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. لما نجح برنامج مصر أرض الأنبياء كان هناك كثير من المعلومات لا يعلمها كثير من الناس، وحدث لهم سرور أن عرفوا أن بلدهم فيها هذا الكم من الثراء ومن التاريخ ومن العمق ومن عبق الماضي، وأنها بلد تستحق الاهتمام وتستحق العطاء وتستحق أن تكون دائما كما كانت دائما في القيادة والريادة. لما جاء الموسم الآخر في مصر أرض الصالحين أيضا الناس كثير من الناس كلموني على أن كثيرا من هذه المعلومات بل من هذه الأسماء أصلا لم تكن معروفة لدى طائفة كبيرة ومساحة كبيرة من الناس، وأن هؤلاء دفنوا هنا في مصر، عاشوا في مصر، منحوا علمهم وتقواهم وأعمالهم في مصر. مصر إذن بلد متميز، وهذه رسالة يجب أن تصل ليس إلى المصريين وحدهم بل إلى العالمين. هذا بلد قدر الله له أن يكون غوث العباد وأم البلاد. هذه السنة نحن في دعوة كبيرة ومحاولة كبيرة من كل الجهات، من الأزهر الشريف ومن المؤسسات الدينية المختلفة ومن القيادة السياسية ومن عموم الشعب، لتحديد والانطلاق في قضية التجديد لتكون مصر هي أيضا صاحبة القيادة والريادة. فأنا لما تأملت تاريخ مصر وما فيه من أصحاب المشاريع التجديدية البراقة وأصحاب المشاريع التجديدية التي إذا ما جمعناها استطعنا أن نخرج بملامح مشروع مصري عالمي إقليمي عربي إسلامي، سميه ما تسميه، وكل الدوائر هذه ليست متعارضة بعضها مع بعض، لبناء مشروع تجديدي ننطلق منه ويكون له المذاق السليم المعاصر. نعم، يعني إذن مولانا في هذا الشهر هنشوف نماذج من علماء ساهموا في تجديد الخطاب الديني، كل في عصره وكل في زمنه. كل في زمنه وكل في مكانه وكلهم في مصر. وكلهم في مصر. حتى لو لم يكن أصله مصريا زي ما هنشوف بعد كده بقى العز بن عبد السلام، لما نشوف الناس اللي هي وردت إلينا من خارج مصر، لكن كان بقاءها في مصر ألهمها مشروعا تجديديا للعالم كله. فهذا كان دافعا لأن احنا نجعل هذه السنة في مصر أرض المجددين.
قد نعالج بعض الشخصيات التي تم معالجتها قبل ذلك في مصر أرض الصالحين، ولكن من جهة المشروع التجديدي وليس صحيح. من جهة حكاية أخلاقه وشخصيته وتأثيره في المجتمع وكذا، لكن مشروع التجديد أين محور هذا المشروع التجديدي حتى نجمع كل هذه المحاور كما سنرى سويا إن شاء الله ونصل إلى التجديد. ولذلك لو تسمحت لي إن أنا أخذ هنيها كده في يعني إيه التجديد، لأن إحنا نخشى التبديد، نريد تجديدا لا تبديدا، نريد تعميرا لا تدميرا. فدايما إحنا بنشوف الفاصل أو الحد الفاصل ما بين الصحيح والقبيح حتى نفعل الصحيح ونبتعد عن القبيح. فالتجديد في الحقيقة تكلمنا عنه كثيرا بأنه يشمل 5 أركان. الركن الأول ما أسميناه بالمنهجية. المنهجية هي معرفة طريقة التفكير المستقيم، دي منهجية في أي علم من العلوم، وفي توسع في هذا الكلام موجود في مكانه. نمرة 2 المعرفية. فإذا ما ساهم أحد العلماء في بناء المنهجية أو بناء المعرفية وهي التعمق في طبيعة العلم. نمرة 3 من التجديد يكون قضية إدراك الواقع. نمرة 4 بناء النموذج المعرفي. نمرة 5 الموقف من التراث في مناهجه ومسائله. العلماء اللي احنا هنمشي معاهم هنلاقيهم واحدة من 5 دول، أو 2 من 5، أو 3 من 5، أو كل 5. يبقى ده مجدد، يبقى عنده مشروع تجديدي. مصر أرض المجددين فعلا وليس وهما. مصر قدمت هؤلاء العلماء، وطبعا احنا اكتفينا بمصر في قضية التجديد، وإلا هناك مجددون في أماكن أخرى أكيد يمكن أن نستفيد منهم بالطبع، لأننا على نسق مفتوح وقلب مفتوح وعقل مفتوح. وفي النهاية لو جمعنا كل هذه المحاور لنشأ عندنا مشروع مصري ننطلق منه، نزيد عليه، نرتبه ترتيبا آخر، نفعل ما يتواءم مع الحصول على النجاح وعلى النتيجة في هذه الحياة الدنيا، فنتقدم بذلك إلى تجديد الخطاب الديني. طيب أستاذ فضلتك، يكون بداية أو منطلق هذا الحديث حول أعلام التجديد وأصحاب مشاريع التجديد على أرض مصر، في مصر أرض المجددين، مع فضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت رحمه أحد الله الأعلام رحمة الله عليه. ولكن أستاذ فضلتك هنشوف مشروع تجديدي، ولكن بعد فاصل سريع إن شاء الله. أرجوكم خليكم معنا. الشيخ محمود شلتوت رحمه الله تعالى الإمام الأكبر، وقام مشروعه التجديدي على تطبيق الرؤية المعاصرة في مجال التعليم والإدارة، فدعا إلى الإصلاح والتجديد حتى صدر قانون تطوير الأزهر في عهده. طبعا الناس كانت بتنتظر زي الشيخ شلتوت، لأن هو كان يعتبر إضافة كبيرة لهم من ناحية دينية ومن ناحية روحية، فكان البيت بالليل وبيضاء والناس بتيجي تتجمع هنا، ويبقى فيه كده بهجة واستقبال حافل للشيخ شلتوت. فهو كان بيحس الناس دايما على التفوق وعلى العلم، لأنه بدأ برضه من الكتاب وانتهى خد لحد ما واخد إيه الدكتوراه في القانون المقرن من هولندا. كان مؤمنا بصلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وكان رحمه الله تعالى مؤمنا بالوحدة بين مذاهب المسلمين، فدعا إلى التقريب وأقر المذهب الجعفري
من ناحية العبادة ودرسه في الأزهر. رحم الله الشيخ محمود شلتوت ونفعنا بعلمه. الدكتور علي جمعة، نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في تناول المشروع التجديدي لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت. ما هو مفتاح مشروع التجديد؟ هو في الحقيقة كله كان تجديد في تجديد. يعني احنا بدأنا بشيخ الإسلام وشيخ الأزهر وعالم الأمة الشيخ محمود شلتوت، لكن الحقيقة أنا أرى أنه لا تكفيه ساعات وساعات في الكلام على مشروعه التجديدي. الشيخ شلتوت انطلق مما يسمى بالاختيار الفقهي، والاختيار الفقهي دي بدأه محمد عبده، ولذلك بعضهم عد الشيخ شلتوت من تلامذة محمد عبده. الشيخ شلتوت لما مات محمد عبده 1905 كان عنده حوالي 15-16 سنة، لكن في النهاية هو وتخرج سنة 19 بعد 14 سنة من وفاة الشيخ محمد عبده. الاختيار الفقهي نقلة نوعية في العقل المسلم في العالم كله. قبل اعتماد الاختيار الفقهي الذي بدأه الشيخ محمود شلتوت متأثرا بالشيخ محمد عبده، الشيخ محمد عبده كان مذهبه مالكي، كان كل من على الأرض له مذهب، ما فيش حاجة اسمها انه انا معرفش المذهب بتاعي. لازم تكون يا مالكي يا شافعي يا حنبلي يا حنفي يا جعفري يا زيدي يا ظاهري يا كده، ما هو لازم تكون يا إباضي، لكن ما فيش حاجة اسمها انا في الحقيقة يعني بختار منهم كلهم. العصر لما تطور بالاتصالات والاتصالات والتقنيات الحديثة أصبح لابد من الاختيار الفقهي، لأن الإسلام أكبر من المذاهب. ونجد أستاذنا الدكتور مصطفى الشكعة رحمه الله يألف كده إسلام بلا مذاهب، يعني ابتدت إيه فكرة الاختيار الفقهي التي أخذها بعد ذلك الشيخ فرج السنهوري وعمل الموسوعة اللي سميت بموسوعة الموسوعة الفقهية الإسلامية في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. كل هذا نتج من التقنين والبدء الذي بدأه الشيخ محمود شلتوت ممارسا في كتبه في تفسيراته في مواقفه الفقهية والأصولية في الاختيار الفقهي. هذا الاختيار الفقهي أدى به إلى تطوير المسائل، ولذلك تجد أن قانون الأزهر جدد أيام الشيخ محمود شلتوت، أدى به إلى إدخال البنات في التعليم الأزهري. ده الأول مرة، ما هو كله ده من الاختيار الفقهي، كله ده نتج من الاختيار. أدى به إلى المشاركة الفعالة هو وإخوانه زي الشيخ محمد المدني والشيخ منصور رجب والشيخ عبد الله المشد وبعضهم تلامذته وبعضهم من إخوانه، بس هو كان أكبرهم سنا يعني، وكان يطلع تملي الأول في الـ في الـ في المعهد وفي الدراسة. الشيخ محمود شلتوت ساهم كثيرا في التقريب بين المذاهب، التقريب بين السنة والشيعة. وفي سنة 49 نشأت مجلة كان رئيس تحريرها محمد المدني الذي أصبح بعد ذلك رئيسا أو عميدا لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، كان رئيس هذا العطاء الشيخ محمود شلتوت. الشيخ محمود شلتوت كان من كبار العلماء في هيئة كبار العلماء التي أغلقت بعد ذلك، وبالقانون بقانون 61 أغلقت، هي نشأت 11 واتقفلت 61، فهو كان من كبار العلماء وكان شيخا للأزهر. تجديد الشيخ محمود شلتوت تستطيع أن تعطي له محورا الاختيار الفقهي. الاختيار الفقهي جعله يؤلف هذه المؤلفات التي ما زالت تطبع إلى اليوم.
الإسلام شريعة أو عقيدة، الفتاوي، تفسير القرآن في العشرة الأوائل إلى آخره. فالشيخ محمود شلتوت وصل إلى مرحلة مهمة جدا وعملية جدا لقضية الاختيار الفقهي. يعني إيه الاختيار الفقهي؟ يعني عدم التقيد بمذهب واحد. أتذكر أن الشيخ مصطفى المراغي كان وضع اقتراح لقانون الأحوال الشخصية يحل به كثير من المشكلات التي تحدث للأسرة المصرية، فألف الشيخ الديناري كتاب فسقه فيه. قال له على فكرة ليه فسقه؟ إيه سبب التفسيق؟ ده في سنة 25 أنه خرج عن المذهب الحنفي. للدرجة دي؟ أيوة. عشان خرج عن المذهب الحنفي بس يبقى فاسق؟ بقيل لك إزاي كانت الجو، الحال كان عامل إزاي، الحال، البيئة العقلية والثقافية والعطاء في هذا البتاع. فلما يجي الشيخ محمود شلتوت يرفض هذا الكلام، يقول لهم لا يا أخوانا، لا، ده لابد علينا من الاختيار الفقهي وعدم التقيد بمذهب واحد، لأن تصارع تغير الواقع أصبح أشد بكثير جدا. احنا بنقول في البتاع الأول، في الجزء الأول من حلقتنا دي، بنقول إيه؟ إدراك الواقع. حسبوك. أيوة، هو عنده الاختيار الفقهي، مهمة التجديد، يؤدي إلى خدمة الواقع المتغير، شديد التدهور، شديد التطور، شديد التعقيد، شديد التغيير، يعطيه قدرة على بقاء هذا الدين وعطاء هذا الدين وسعادة أتباع هذا الدين والقراءة الجديدة للنصوص في هذا الدين، وتصبح قراءة الكتابين، كتاب الله المسطور وكتاب الله المنظور، كلاهما من عند الله. هذا هو مشروع محمود شلتوت رضي الله تعالى عنه، الذي استطاع أن يطبقه في مجالات كثيرة. نعم. فالدكتور، يعني أنا شاكر لفضلتك على هذا الإبحار في سيرة الإمام، أول إمام أكبر للشيخ الأزهر على حد معلوماتي، في الشيخ محمود شلتوت رحمة الله عليه. نعم، أنا شاكر رضي الله تعالى عنه. شاكر جدا لفضلتك، وشكر موصول لحضراتكم، ونراكم على خير إن شاء الله. إلى اللقاء. من السلوكيات الخاطئة خداع الأزواج بعضهم لبعض بحسابات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، فإنشاء حسابات مزيفة على تلك المواقع نوع من أنواع الكذب، ويجب على الإنسان أن يتنزه عن هذا، ويجب على المرأة وعلى الرجل عدم إنشاء مثل هذه الحسابات المزيفة من أجل التجسس أو من أجل التتبع أو من أجل الغيرة أو من أجل التحسس من الطرف الآخر. هذا حرام شرعا. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.